يرتكز الإنتاج الصناعي في أي دولة على الصناعات الصغيرة. من هنا تأتي أهمية الخراطة التي تعتبر الركيزة التي يعتمد عليها كثير من المصانع وكذلك الأفراد في عمليات الإصلاح الدقيقة والطارئة. ورغم ذلك فإن الكثيرين لا يعلمون ما هي وظيفة الخراط تحديداً وما الذي يقوم به في عمله. احنا بالنسبة لمهنتنا هنا بنعمل كل قطع غيار لأي مكان المصانع عامة، يعني أي تشكيل معادي أنت عايزه، عواميد، قطع غيار، جلب، مسامير، أي جميع المعادن بتصنعه ده في الخراطة. والله مهنة الخراطة دي مهنة عظيمة جدا ومهنة جميلة جدا. كل المجالات محتاجة للخراطة. لو الخراطة وقفت من الشركات أصبح ما بقاش فيه شركات أساسا. ليه؟ لأنه أنت مجرد ما المكنة وقفت العمال قعدوا. هنا بتيجي أهمية الخراطة. أصبحت أنت دلوقتي الإنتاج قل وقف، أصبح دلوقتي بقى فيه مشكلة جامدة، فإحنا بنروح نحل المشكلة دي. هي الخراطة تعتبر هي الأساس في الصناعات الصغيرة أو الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة أو العملاقة. احنا لو كلمنا بشكل فني عن الخراطة هنقول إن هي عملية تشكيل وتشغيل المعادن بالأدق. تشغيل المعادن إن أنا بيجيلي الخام في المعدن سواء كان صلب أو حديد ستيل عادي أو نحاس أو ألومنيوم، خام بلوك بأي شكل أنا بختاره يناسب الشغل اللي أنا هعملها. بعد كده بجري عليه عمليات التشغيل. طبعا في ناحية علمية وفي ناحية فنية وكل ده لازم يتكامل عشان أقدر أصنع ده منتج أو قطعة في الآخر بيس، يعني شغلة تلائم الصناعة أو المكنة اللي هتركب فيها بنفس تقريبا بنفس الجودة بتاعة القطعة المستوردة. طبعا أنا هنا بحل له مشكلتين، إن أنا بوفر له في وقت أسرع، فرق في السعر لان هو بيضطر يستورد بالدولار او باليورو، وقت الشحن، الجمارك، الكلام ده. فانا بدي ميزه للمصنع اللي انا بدي له قطعه غيار انه بياخد قطعه غيار تقريبا رخيصه. ثانيا لما بيبقى فيه علم وفي اختيار صح وكده فانا بدي له برده جوده توازي الجوده المستورده. يستخدم الخراط العديد من المعدات في عمله، أهمها طبعاً المخرطة التي يتم بها إنجاز الجزء الرئيسي من أي عمل في مهنة الخراط. كورش اللي موجودة هنا عامةً حوالي 80% 90% بيجيب مكان مستعمل من الخارج، بجيبها أنا أبدأ أعمل لها صيانة عشان أشتغل عليها. أنا أقول لك أنا عندي دلوقتي 62 سنة شغال على المكنة ديت من 76، كانت شغالة قبل كده قبل ما أنا أشتغل عليها ما يقرب من 30 سنة كمان. شوف بقى العمر اللي مرت بيه المكنة. مهنة الخراطة تتعامل مع، يعني مهنة الخراطة دي كل ما كبرت الشغلانة كل ما ليها مكان موجود، يعني حجم الشغلانة كبر ليه برضو حجم مكنة اللي هي المخرطة ليها. ينفعش شغلانة مثلا متر أعملها على مخرطة مثلا بتلف معايا 67 سنتي، يبقى لازم لها مخرطة تكون بتلف متر ومتر وعشرين، فباخدها على المخرطة الكبيرة دي برضو بعملها جا أكبر برضو فيه. تتكون المخرطة من عدة أجزاء رئيسية أهمها الظرف والغراب وقلم الخرط. الظرف الذي يتم تثبيت المواد الخام عليه أثناء عملية خرطها، وبجواره قلم القطع شديد الصلابة الذي تكل إليه مهمة خرط المادة الخام المثبتة على الظرف. وفي الجهة المقابلة يأتي غراب المكنة الذي يستخدم في ثقب المواد الخام المثبتة على الظرف. ولكن كيف تخرط المعادن لتكون قطع غيار قابلة للاستخدام؟ تسير عملية خرط المعادن وفقاً لخطوات محددة تمهد كل منها لما يليها، بدءاً
من القياس ومعرفة الخامات التي ستستخدم وصولاً إلى الخرط. فعلى سبيل المثال، لو أراد الخراط تصميم نسخة من مسمار، يبدأ العمل دائماً بأداة القياس، وفي هذه الحالة هي مطواة السن، فهي الأداة الخاصة بقياس المسافة بين كل سن من أسنان المسمار، والتي تعرف باسم خطوات المسمار. يتم ذلك عن طريق مطابقة أسنان المسمار بالقياس المقابل لها في مطواة السن. وبناء على القراءة التي تشير إليها مطواة السن، الآن فقط يمكن الانتقال للخطوة التالية، تحديد لقمة الألاووز المناسبة، أو بلغة أخرى الأداة الخاصة بحفر المجرى الحلزوني في قطعة الخام التي نود صناعة مسمار منها. الآن يمكن البدء في عملية الخرط، حيث يتم تثبيت قطعة الخام التي سيتم تصنيع المسمار منها في المخرطة، وفي الجهة المقابلة سيتم وضع لقمة الألاووز التي ستبدأ عملية خرط المسمار. تعتبر عملية نسخ مسمار أبسط مثال لما قد يقوم به الخراط، لكنها في نفس الوقت تجسد جزءاً كبيراً من المهمة التي يقوم بها الخراط بشكل عام، ألا وهي إنتاج نسخة طبق الأصل من قطعة معدنية أخرى. تتطلب مهنة الخراطة إجادة العديد من المهارات الأخرى، واستخدام آلات ومعدات أخرى مثل أدوات اللحام وأدوات القطع وغيرها، والتي تتداخل مع عمل الخراط. فالخراطة ليست بالبساطة التي قد يتخيلها البعض. الشغلانة بتحتاج أكتر من مرحلة، يعني الشغلانة بتطلع من على المخرطة لازم تدخل على فريزة عشان يسكن فيها مشابيات مجاري خوابير، تطلع من على الفريزة لازم برضو بتدخل مثلا قشط لو شغلانه فيها قشط ولا حاجه. فالشغلانه بتبقى تلاقيها جايه مشكله، يعني فيها كذا مرحله، متقاب، مكنه لحام، لحامات اكسجين، لحام حديد، ما بتخلص في مرحله واحده، يعني قليل قوي لما تلاقي شغلانه جايه على مكنه واحده. مثلها مثل كل الصناعة، طرأ على مهنة الخراطة العديد من التطورات على كافة المستويات، لعل أهمها المكن والأجهزة الحديثة التي تعمل بالكمبيوتر، والتي وإن ظهرت منذ سنوات فهي لا تزال تشق طريقها في السوق المصري. أقرب مثال لذلك مكن CNC الذي يتسم بكونه فائق الدقة والسرعة، ما يوفر منتجاً مطابقاً تماماً للعينات المطلوب إنتاجها وبوقت أقل بكثير من المستغرق في الخراطة التقليدية. السرعة في الأداء سريعة جداً، اللي يعمله الفني العادي في يوم هي ممكن تعمله في 30 دقيقة في 20 دقيقة. النظافة بتاع المكان مش مبهدلة الدنيا برضو، بتحس إنك بتشتغل في مكان نظيف كده، موفرة في الوقت بس هي مكلفة كتولز وأدوات. فرقت بالنسبة لنا احنا ككواليتي في الدايمنشن، بتديك مقاس وبعدين بتديك يعني الأشكال الغير منتظمة. الأشكال الغير منتظمة كانت بتعمل يدا وكان في استحالة انها تطلع متطابقة مع الشغل العينات الأصلية او العينات المتصنعة في الخارج. فهنا انت اصبح عندك بيه برنامج، البرنامج بيمشي على الرسم اللي انت عايزه، لو في كام مثلا او كامه بتمشي على مسار انت رسمه لها. قبل كده ما كناش بنعرف نعمله الا يدوي وطابق ويعمل وشبلونه ويقعد يعمل صاجه والمبرد شال شويه زياده من هنا،
نقدر نعمل القطع الغيار يضاها للأجزاء المستوردة من برا بنفس الكفاءة وبنفس المقاسات وبنفس الدايمنشن. ففي توفير في الوقت، في توفير برضو في الماتيريال، لأن هو ما بيحتاجش إنه يستهلك خامات كتير في الرباط أو الحاجات دي. ثانيا إن هو عامل معايا في الأشكال المعقدة يقدر ينتجها بسهولة. تواجه مهنة الخراطة تحديات كثيرة بسبب نظرة الفنيين وخاصة المهرة، ففي الوقت الذي يصعب فيه الاعتماد على تقنيات حديثة توفر العمالة كمكن السي إن سي لارتفاع تكلفته، تصبح مهنة الخراطة مهددة، وتصبح احتياجات المصانع معلقة في سوق تحده قلة العمالة وضعف الإمكانيات القادرة على تعويضها بمعدات حديثة. للأسف الواحد حزين بصراحة، يعني لأن الصناعية عمالة تقل ومفيش أجيال طالعة، ومشاكل التكاتك اللي هي طلعت دي خدت الصناعية برضو، بقت مسهلة للصناعي. الصناعي بيقول لك أنا قاعد أتعب ليه من الصبح لحد آخر النهار، ما انا اروح اشتغل على توك توك ووقت الغدا اروح اتغدى، ووقت ما انا عايز ومشغل تسجيل ومشغل بتاعه ومريح دماغه، هو ورخيصه واحسن له ونظافه وبتاعه والكلام ده. فللاسف مشكله التكاتك دي من ساعه ما طلعت، وهي احنا في العدد التنازلي بالنسبه للصنايع، اثر على عدد الصناعيه بطريقه انت يعني بطريقه فظيعه ما بقاش فيه. انا دلوقتي يعني من المواضيع دي، لما انا اروح اجيب شغلانه واجي انا كصاحب مصنع صاحب ورشه بشتغل بايدي، اجيب الشغلانه واجي اعملها وارجع اوديها له، طب انا هجيب الشغلانه ولا اجيب خامتها ولا اشتغلها وارجع اوديها له لما انا ما عنديش صنايعي؟ انا عندي تقريبا العماله اللي عندي تشغل 30% من المعدات اللي عندي. العامل الفني بقى قليل، الصنايعي الماهر بقى قليل، فانت بقيت تحتاج انك انت تجيب سي ان سي عشان يوفر عليك، انك انت مش لاقي صنايعي ماهر. اللي مش متعلمين خدهم التوك توك، وانصاف المتعلمين خدهم الموبايل بقى يبيعوا موبايلات قطع غيار صيانه كده، فدول انصاف المتعلمين اللي دول ممكن يتاهلوا ان هم يشتغلوا على السي ان سي، لان هو بيعرف يقرا ويكتب وعنده فكره باللغه الانجليزيه شويه عشان البرمجه والشاشات واللغه اللي هي على المكنه لغه البرمجه. واللي مش متعلمين التوك توك خدهم مننا في مصر. يعني خريجين كليات النظريه في مصر قد ايه؟ مئات الالوف كل سنه. البلد مش هتستوعب كل دي طاقة مثلا محاسبين وكده ومحاميين وكله أنا بتكلم عن كله، مش مفيش طاقة في البلد هتلم ده كله. كلنا مال مين اللي هيشغل المكان ده؟ والناس دي مش قليلة، الناس دي ناس محترمة، والصناعي نفسه أو الفني ده لازم يكون عنده فن، يكون فنان وعنده إحساس. يعني حضرتك لو جيت في أي وقت يعني مفاجئ كده في أي لحظة تصور معايا، ممكن تلاقيني واقف على مكنة وانا مهندس قديم، يعني تلاقي واقف شغال ومزيت وبروح بيتي مزيت وما بتكسفش. المهنه ما حدش بيتكسف منها. احنا بنشوف الالمان بعت لنا الخبره هنا، انا ما بشوفش مهندس جاي من المانيا، كلهم فنيين. واستحد حد يكون جاب في مصنع مهندس من المانيا، مهندسين ما بيطلعوش بره المانيا، مهندسين ما بيعرفوش يشتغلوا في الصيانه وفي التركيبات ما بيشتغلوش. هو هناك كميه مهندسين معقوله قاعده كل فكرتها تصميم تطوير حلول مشكلات، والفني هو اللي بيقوم بالدور. أياً ما كان وضع الخراطة اليوم وما يمطر به مستقبلها، تظل الخراطة حجر الزاوية لكثير من المصانع التي تستمد منها قدرتها على مواصلة إنتاجها، وتظل فناً فريداً يجمع بين الحرفية في تشكيل المعادن من جهة والهندسة والصناعة من جهة أخرى، فن لن نخطئ إن سميناه فن نحت المعادن.